تعالى حمدا كثيرا صلى الله وسلم وبارك على من ارسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا رضي الله عن اله واصحابه ومن سار على نهجه وارض عنا معه يا رب العالمين. بما يحسن بالانسان المسلم ان يفعله ان يكون سببا في ايصال خير لعباد الله سبحانه وتعالى، ان يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وهذا امر ينبغي ان يوطن الانسان نفسه عليه، اي ان يعزم على فعله وان يحاول ويبادر ان يقوم به. كثير من الناس قد يستطيع فعل اشياء كثيره تنفع المسلمين ولكنهم لا يفعلون، وكثير من الناس قد يكون سببا في ايصال خير للمسلمين لكنه لا يكون هذا السبب. قد يستطيع أن يوصل خيراً بنفسه مباشرةً من خلال فعله، قد يعين فقيراً، قد يساعد ضعيفاً، قد يعني يكرم صاحب حاجة بنفسه، وفي كثير من الأحيان قد لا يستطيع بنفسه ولكنه يستطيع أن يكون وسيلةً إلى من يستطيع قضاء هذه الحاجة. فقد أعرف فلاناً أو فلاناً من الناس، من أصحاب الغنى أو الجاه أو السلطان أو القوة، قد أعرفهم بسبب مودة سابقة أو معرفة أو قرابة، وأستطيع أن أوصل إليهم رغبات أصحاب الحاجات. فكثيراً من الناس يمتنع عن هذا، يقول باللهجة العامية ما بدأ أكسر تمي له. أنت لا تطلب لنفسك الآن، أنت تطلب لغيرك، أنت في هذه الحال تكون سبباً لفتح خير على غيرك. غيرك قد يكون بحاجة مال وأنت لا تملك مالاً، وفلان قد تعرفه ممن يملكون المال وقد يسأل عمن هو بحاجة، فتدل هذا على هذا. أنت لست صاحب جاه أو سلطان، لكنك تعرف فلاناً من الناس صاحب جاه أو سلطان، وفلان من الناس يحتاج لقضاء حاجة في تيسير أموره ولا يجد من يعينه، فأوصل هذا إلى هذا. أنت لست طبيباً ولكنك تعرف طبيباً من أهل الدين، من أهل الإيمان، من أهل الرحمة بعباد الله، وتعرف فلاناً من الناس مريضاً، فأوصل هذا المريض إلى هذا الطبيب الذي قد يعالجه مجاناً أو بسعر مخفض أو بغير ذلك. هذا الوصل بين الجهتين هو قضاء الحاجات. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. اشفعوا تؤجروا. قال أي شفاعة هذه؟ أن نشفع، أن نشفع للإنسان صاحب المقام بإيصال الضعيف إليه كي يقضي هذا القوي حاجة الضعيف، كي يعطي هذا الغني ذاك الفقير، نكون واسطة خير. هذا اشفعوا. ماذا؟ قال تؤجروا. اشفعوا تؤجروا. هذا الحديث في البخاري، وهناك حديث في إسناده ضعف ولكن معناه ولفظه جميل عجيب، روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله تعالى عبادا اختصهم لحوائج الناس أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. إن لله عبادا اختصهم لحوائج الناس أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. الله تعالى يكفر سيئاتهم ويعلي درجاتهم ويغفر لهم بسبب قضاء حوائج الناس. كما قلنا هؤلاء قد يكونون واسطة فقط ولا يستطيع أن يقضي شيئا، ليس ذا مكانة ولا مال ولا كذا، ولكنه إنسان
صاحب لطف في التعامل وصاحب معرفة وذوق في الكلام، فيستطيع أن يوصل الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والإنسان صاحب الحاجة إلى من يستطيع قضاءها بإذن الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد امتثلوا لهذا الأمر والتوجيه النبوي خيرا كفاية، فكانوا يوصلون الضعيف الذي لا يستطيع أن يقول كلامه وأن ينطق بحاجته إلى من يستطيع قضاءها له. لذلك ورد في السنة وورد في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم أمور وقصص كثيرة عن هذه الأشياء، عن كونهم واسطة خير لقضاء حوائج الناس. فمن ذلك ما أخرجه الإمام الطبراني وغيره أن رجلا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورآه هذا الرجل على حاله التي دخل عليها خافضا رأسه متخشعا لله عز وجل، بدأ يرتجف من الخوف، قال هذا فاتح لهذه البلدة يفتحها وهو على هذه الحال من التواضع، شأنه عجيب هذا الإنسان. فخاف هذا الإنسان من هذا المشهد وتأثر به فجعل يرتجف، فرآه من بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هون علي، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا أم امرأة فقيرة، كأنه يقول ذلك معنى كلامي، أنا لست من الناس الذين يفرضون سقوتهم وقوتهم وإذلالهم لعباد الله، وإنما أنا أقبل وأرحم هؤلاء الضعفاء، فهون عليك ولا تخف. جاء رجلان من الكفار في وقتها إلى السيدة أمي حمضان نسي، المهم السيدة تكون ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هاني، السيدة أم هاني بنت عبد المطلب بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، السيدة أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه وجعفر وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء اثنان من الكفار لما فتحت مكة فلجأ إليها، قال لماذا لجأ إليها؟ كانا مقصرين جدا ومسيئين جدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها قالا التجئي لنا عند ابن عمك، يعني خذي لنا لجوءا كما يقولون الآن عند ابن عمك، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت نعم أفعل. فقامت لتخرج من بيتها فإذا بعلي أخيها رضي الله عنه يصل إلى بيتها فيلمح هذين الرجلين، فقال يا أم هاني تجيرين أعداء الله؟ أنت عتخبيهم ببيتك يعني؟ تجيرين أعداء الله؟ فخرجت المرأة لبست ثوبها سريعا وأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهما، فقالت نفسي دونهما تقتلني أبلون يعني. خرجت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله، لما رآها قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. قالت إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلين أجرتهما، إن ابن أمي يعني أخي، ولفظت هذه الكلمة للإشعار بأنه قريب جدا مني لكنه لا يستجيب لطلبي، إن ابن أمي أي علي رضي الله عنه زعم أنه قاتل رجلين أجرتهما، أنا حميتهما. فقال رسول الله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذه الشفاعة، وهي امرأة ليست رجلا لكنها تعرف أنها إن توسطت عند رسول الله قبل منها، فقامت فلبست ثوبها وخرجت إليه لتشفع لهذين الرجلين، وقبل رسول الله وساطتها وأجارهما فأسلم هذان الرجلان. بعض الإخوة يقول تلك الكلمة المعتادة بيننا، إشلي لك يا أخي، ليش إشلاك؟ لك الأجر العظيم،
إن ساعدت إنساناً لا يستطيع إيصال حاجته. في بعض الناس لا يستطيع الكلام، إذا أراد أن يتكلم يعني بالعامي مخلط ما بيعرف يحكي، ويريد مسألة فلا يحسن الكلام. فلو نظرت إلى مثل هذا قد لا تكون تعرفه أصلاً، ولكن أنت صاحب منطق وأسلوب جميل مقنع، وترى هذا الإنسان إنساناً عيياً. هذا الإنسان اللي ما بيعرف يحكي بالعامي اسمه عند العرب عيي. فهذا الإنسان كلم ذاك الرجل بأسلوبه، هذا الرجل يريد كذا وكذا، قال ما بعرفه، لا يشترط أن تعرفه يا أخي، اقضي حاجته لوجه الله حتى تنال الأمن من عذاب الله يوم القيامة، كن وسيطة خير له. كم من الناس من كانوا سببا في شفاعة أناس فحموهم بإذن الله تعالى من الأذى، من الاعتداء، من الضرب، من المهانة، من أخذ الأموال بشيء يسير فعلوه، ولكن نووا خدمة عباد الله عز وجل. هذه النية الصالحة يا أيها الأحبة ينبغي أن تزرع في أنفسنا، لأن بعض الناس قد يقول أنا لا أعرف لا فقيراً ولا غنياً، أنا إنسان بحالي. نعم، ولكن انوي في قلبك أنك إن احتاجك إنسان أو رأيت مشهداً تستطيع فيه عون إنسان فينبغي أن تبادر ولا تقصر. هذه النية وحدها تؤجر عليها، فقط أن أنوي إن استطعت، كنت في مكان، كنت في موقف، كنت في مجلس، فرأيت إنساناً يحتاج لقضاء حاجة فساعدته في إيصاله لمن يقضيها، مجرد النية تؤجر عليها. كن على ذلك فالله تعالى يمدك ويعينه ويعينه. جعلنا الله جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحمد لله رب العالمين.